تحية لكم مشاهدينا من جديد، واليوم عيد جديد نسترجع فيه حرب تشرين التحريرية الحية دائما في أذهاننا، نشعر بالفخر ويشدنا الحنين إلى ذكراها وإلى ذكرى ذلك القائد العظيم الذي حقق الانتصار لشعبه رغم كل الضغوط السياسية والاقتصادية. انعكست آثار هذا النصر العربي على الشعر، فلم يقف الشعراء صامتين أمام هذا الحدث العظيم، بل عبروا عن فرحتهم كل على طريقته وبما أوحت له الذاكرة الشعرية، فأبدعوا أجمل القصائد وأحلاها. كيف وثق الأدب حرب تشرين التحريرية؟ وهل استطاع الأدب السوري أن يواكب بطولات الجيش؟ هذا ما سنتحدث عنه مع ضيفنا الأديب والكاتب زهير جبور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك الكاتب والأديب أديب جبور. بداية خلينا نتعرف شوي، هل استطاع الأدب السوري أن يوثق حرب تشرين التحريرية بما تستحقها من مقومات النجاح والانتصارات الباهرة التي حدثت على أرض الواقع؟ الحقيقة بعد هذا الزمن تمكن الأدب السوري إلى حد ما من توثيق حرب تشرين إلى حد ما. نعم. طبعا الأدب وليس التاريخ، التاريخ حالة أخرى. حرب تشرين كانت نقطة تحول كبيرة في الفكر وفي الثقافة والأدب. لماذا؟ لأن حرب تشرين جاءت بعد هزيمة حزيران، وبالمفردة فالفرق كبير وشاسع بين أن نقول هزيمة وبين أن نقول نصر. انتصار. وهذه المفارقة وهذه العكسية انتقلنا إليها من حزيران حيث أدب الهزيمة والانتكاس، وإلى انتصار حرب تشرين. وكان لابد من أن تكون حنجرة الشعراء هي السباقة في التوثيق. الشعر حالة آنية تعبر في ذات المكان الآن، فانطلق الشعر في حرب تشرين. وفي حرب تشرين أيضا كان ثم تجيل من الأدباء الشباب يؤدون الخدمة الإلزامية. هؤلاء شاركوا في حرب تشرين، شاركوا بالمعارك وشاركوا بالبطولات وشاركوا بكل شيء تقريبا، إلا أن هذا لم يترجم أدبا إلا بعد مرور أكثر من سنة على حرب تشرين، حيث بدأت القصة القصيرة بالتوثيق. ووثقت القصة القصيرة الكثير من بطولات الجيش العربي السوري في حرب تشرين، وتمكن هؤلاء الشباب أقصد جيل السبعينيات في الأدب من تقديم صورة ميدانية حية. في ذلك الوقت لم نكن نكرس جهد في تحضير المراسل الحربي أو في إيجاد المراسل الحربي، كانت المبادرات ذاتية في هذا العمل. لذلك هؤلاء الشباب الذين شاركوا وهم معظمهم من جيل السبعينيات وأنا منهم في القصة القصيرة والرواية، تمكنوا من تقديم عمل متكامل جيد. البعض منهم ركز على الجانب النفسي التوثيقي النفسي، وهذا أمر ضروري جدا. حالة الصمود الداخلية، حالة المقاتل على الجبهة،
هذا المقاتل على الجبهة عندما يشعر بصمود الجبهة الداخلية فهو بدون أدنى شك ستكون سيمتلك معنويات عالية جدا، وهذه المعنويات تعطي مفعولها في الحرب. تماما. الحرب ليست كلمة تقال هكذا، ومن عاش الحرب يدرك جيدا أنها حالة انتقال من موقع نفسي معين إلى موقع نفسي آخر. والحرب أو الخوف من الحرب أو الجبن من الحرب يأتي قبل دقائق من اندلاع الحرب، وبعد اندلاع الحرب ينتهي لأن الاستعداد النفسي يكون قد دخل في الحالة، وهنا تكمن البطولات وتكمن التضحيات وكل ما يمكن أن يقال في الأدب. ربما هذا الشيء جسدته حضرتك بروايتك موسيقى الرقاد التي كانت من أبرز الروايات التي كتبت عن الحرب بطريقة حاكت الشخصيات أكثر. نعم. وحاكت الواقع أكثر من أنه عطت الحالة النفسية أو الحالات الأخرى اللي مرت فيها المرحلة الماضية. نعم. أنا كتبت عن حرب تشرين لأني شاركت بحرب تشرين. كتبت قصص قصيرة وكتبت موسيقى الرقاد، لكن ثمة من كتب غيري أيضا عن حرب تشرين. كتب علي عقل عرسان صخرة الجولان، وكتب حنة مينة بالتعاون مع السيدة نجاح العطار صخرة الجولان، وكتب أيضا فارس زرزور شجرة البطم، وهي من أبرز ربما الروايات شجرة التي البطم. لأن هذه الشجرة القصة حقيقية على فكرة. وفارس زرزور هذا الراحل الكبير العظيم استمد هذه المادة من أرض الواقع واسترجع في المونولوج حرب تشرين وعكسها على مكان يسمونه تل العزيزيات، كان يؤدي في خدمته الإلزامية. فربط فارس زرزور، وأنا من المعجبين جدا بهذه الرواية وقرأتها أكثر من مرة، وأيضا كتبت عنها دراسة في إحدى المجلات. قام فارس زرزور باستعمال المونولوج الآن، الماضي، الحاضر، وأيضا المستقبل، ومن خلال هذه الحرفية في هذه الرواية أدى الدور الكبير في رصد وتوثيق لحرب تشرين في الماضي وفي الحاضر ومن أجل المستقبل. ربما في هذه الرواية تجاوز مطب التاريخ اللي وقع فيه كثير من الأدباء. مطب التاريخ. نعم، اللي وقع فيه كثير من الأدباء وعطى ممكن هذا البعد عن كتابة حرب تشرين بما تستحق. نعم، مطب التاريخ. يجب أن نفرق بين كتابة التاريخ وكتابة الأدب، وهذا أمر ضروري جدا ومهم جدا، وخاصة في كتابات الحروب. والآن ونحن في هذه الحرب الشرسة نواجه وقواتنا تواجه، ينبغي أن الآن نقيم ورشة عمل، الآن على الأقل على مستوى اللاذقي نقيم ورشة عمل للتأريخ وورشة عمل للأدب، لأننا فيما بعد وبعد الانتصار يجب أن نخاطب الأجيال القادمة بما حدث كي يعرفوا أن ما حدث هكذا أدبيا وهكذا تاريخيا. الذي أرخ ووثق للحرب العالمية الثانية والأولى هي الرواية. الآن نقرأ التاريخ لكننا نعود إلى 7 أيام هزت العالم، ونعود إلى أطول يوم في التاريخ،
ونعود ونعود إلى الأدب في ذلك الوقت ونجد أن الأدب رصد حالات لم يرصدها التاريخ. عند فارس زرزور نعم رصد حالات ولم يقع في مطب التاريخ، بينما روايات أخرى وقعت في مطب التاريخ والمباشرة. نعم. ولذلك ظهرت كنقد أدبي طبعا ظهرت رواية فارس زرزور وأعطت ووثقت فيما بعض الروايات أظهرت جانب الحرب والبطولة، لكنها لم تستمر طويلا بسبب أنها تحولت إلى لغة تاريخية ولم تحافظ على لغتها الأدبية. نعم. بالحديث عن الأعمال الأدبية أيضا، هناك العديد من الروايات التي ذكرت الحرب وتناولت الحرب، منها المرصد لحنا مينا، وأيضا العمل الأدبي المشترك بين حنا مينا ونجاح العطار اللي هو من يذكر تلك الأيام، مجموعة قصصية. بدنا نحكي أيضا عن روايات كثيرة تناولت هيدي الحرب، حرب تشرين، رفقة السلاح والقمر لمبارك ربيع، وقناديل البحر لخيري عبد الجواد وغيرها. هيدا بالنسبة للأدب. خلينا ننتقل أيضا للشعر، والعديد من الشعراء اللي ذكروا أيضا حرب تشرين، ابتداء من نزار قباني إلى سليمان العيسى إلى توفيق زياد إلى القروي إلى محمود درويش، يعني تناولوا ذكرى حرب تشرين تحريرية بكلمات فعلا جميلة، ولا زالت حتى الآن إلها وقع وإلها صدى. ما هو أشرت إلى أن الشعر كان سباق بالقضية، وقلت بأن الشعر آني. نعم. حالة آنية. الحراك الشعري في ذلك الوقت كان حراك الهزيمة. ونذكر قصائد نزار قباني. نعم. الكثير من والشعراء المصريين خاصة الذين خرجوا أو نفضوا أو سود الهزيمة واتجهوا إلى الانتصار. وعندما قال نزار قباني اليوم 6 أكتوبر 1973 يبدأ عمري، يعني من قبل ما كان حاسب عمري. إجمالا يبدأ عمري هو تاريخ الأمة. تماما. هذا الانتصار جدد تاريخ الأمة أو صنع شيء جديد لتاريخ الأمة. يعني أمة في عام 1948 احتلت فلسطين، ثم تتالت الانكسارات والهزائم، ثم المؤامرات حول هذه الأمة، ثم وفي هذا الضوء المبهر من حياة هذه الأمة تأتي حرب تشرين، كما جاءت حرب تموز أيضا في لبنان. لذلك الحالة الشعرية هنا أبرزت أيضا الكثير من الشعراء. أنا قلت أن جيل السبعينيات كان يؤدي الخدمة، وهذا الموضوع أيضا كان شعراء كثر من جيل السبعينيات في الشعر، وقد خاضوا الحرب وكتبوا عنها، إلى جانب ما كتبه كبار الشعراء في ذلك الوقت الذين جددوا الأمل بالأمة كمحمود درويش ونزار قباني وسليمان العيسى، وهؤلاء جددوا الأمل بالأمة ونهضوا من دمار الشعر المحطم فيما مضى إلى بناء الشعر الشامخ الذي يذكر بالفروسية العربية والشهامة العربية، والذي يبرز هذا المقاتل بمقومات الإنسان العربي الحقيقي وليس الوهمي. وهنا جاء دور الشعر الكبير في حرب تشرين الذي جدد
الإنسان العربي من جديد. بس ليس الشعراء السوريين وحدهم هم من كتبوا عن حرب تشرين، كمان كان في شعراء كتير عرب منهم، توفيق زياد يحيى، توفيق زياد كان له كمان درويش. نعم. بالإضافة للموسقين بتونس أيضا كتبوا عن حرب تشرين. كمان الموسقين بشار عبد الله منافيخي كمان كان من الموسقين كثر تماما، يعني لدرس الحالة بيجوز أكثر. قلت أنا أن الأفلام التوثيقية وعمل على الأفلام التوثيقية الأخوة في مصر. الأخوة في مصر عملوا كثيرا، لأن الأخوة في مصر عندما اجتازت القوات العربية المصرية خط بارليف كان هذا الاجتياز يعتبر معجزة في تاريخ الحروب المعاصرة. ولذلك توجهت مباشرة أقلام الأدباء المصريين إلى التوثيق لهذا الاجتياز الذي حققه الشعب المصري. وفي سوريا أيضا لا تنسي أن تحرير جبل الشيخ كان أيضا من المعجزات العسكرية الكبرى في الحروب المعاصرة، وخاصة أن إسرائيل كانت تتبجح دائما أنها لا تقهر وأن قواتها القوات التي لا تنهزم، وإلا أنها في هذه الحرب انهزمت. على كل حال حرب تشرين كانت انعطافة كبيرة أيضا في حياة العدو الصهيوني، لأن حرب تشرين التي قدمت الانتصار للأمة العربية قدمت الهزيمة وعدم الثقة لكل الذين دخلوا إلى فلسطين المحتلة وعاشوا بفلسطين المحتلة. وأيضا جاءت صواريخ حزب الله فيما بعد لتؤكد هذه المقولة أن الذي لا يقهر يقهر، وأن الذي لا يهزم يهزم، وأن إرادة الشعوب لا يمكن. وهذا أيضا درس يقدمه أبناء فلسطين كل يوم إلى الصهاينة داخل فلسطين. نعم. الآن أكيد رح نتابع سوا حوارنا، بس رح ننتقل لاستطلاع مع جنود شاركوا بحرب تشرين التحريرية مع الزميلة شيرين عارف، وراجعين. كنت بحرب تشرين برتبة 73 برتبة ملازم أول. هذه الحرب حتى نعطيها حقها ليش بلشت؟ بلشت على أنقاض حرب مجنونة سابقة، هي حرب 67 التي فاجأنا فيها العدو الإسرائيلي واحتل جزء من الأراضي العربية، وبالتالي كان لابد من الرد وإعادة الكرامة. وبالتالي تم تأسيس هذا الجيش، وخاصة بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس الخالد المؤسس حافظ الأسد، بنى جيش عقائدي نلاحظ إنجازاته حتى الآن. مدوا بأحدث الأسلحة، كان ضباطنا يتوقون لتحقيق النصر على العدو. أنا دفاع جوي، كان دفاع الجوي له دور أساسي بهذه الحرب. إجانا صواريخ جديدة وقدرنا بمساعدة الأصدقاء الروس كما الآن على استيعاب هذا السلاح بشكل جيد واستخدامه، وكان المفاجئة الكبرى للعدو الإسرائيلي. أيام الأولى من المعركة الأول والثاني والثالث كان الحقيقة مفاجأة كبيرة، أنه انهارت كل الجبهات، كل الجبهات على وصارت المعركة. وبعدين تقدم الجيش المصري وتقدم الجيش السوري إلى الأمام، وكانت المفاجأة أنه أخذنا القنيطرة بهذيك الوقت، قنيطرة رجعت للوطن، وكانت الفرحة كبيرة أنه أعلننا الانتصار الأول اللي هو مثل ما تفضل فيه الرئيس حافظ الأسد، كسرنا الحرب النفسية على الأمة العربية. يعني كان هذا الهدف الأساسي، أنه الخوف اللي كان إسرائيل مخوفته فيه زال. وكانت المفاجأة أنه هذا نوع من أنواع الانتصار الكبير
اللي تحقق للجيش العربي السوري وللأمة العربية في هذاك الزمان. يعني نحن العدو الإسرائيلي عدو شرس ومدعوم للإمبريالية العالمية والصهيونية، مغتصب لأرضنا فلسطين، ونحن حاطين نصب عيننا تحرير وطننا اللي هو بالأساس فلسطين يعني، وكمان أرضنا محتلة جولان، ما بننسى يعني الاحتلال البغيض يعني لوطننا، وبنتمنى نطرد العدو الإسرائيلي في 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 كل مكان وزمان يعني. وشاركنا بحرب تشرين يعني، والحمد لله ما بننسى هذيك الأيام الحلوة يعني اللي قدمنا فيها لوطننا، ونتمنى دائما نقدم لوطننا سوريا الغالي. شاركت بحرب تشرين واستشهدوا كثير من رفقاتنا، طبعا حطمنا العضو الصهيوني نحن قبل ما تجي تبعت له الطائرات امريكا وتبعت له يشاركوا معهم. يعني لا نزال لحد الان نتمنى انه نقضي على الكيان الصهيوني والاسرائيلي بالكامل والارهابيين الذين يعملون لصالحه. يعني مثل ما شفنا بالتقرير كثير في ذكريات خاضوها الابطال بحرب تشرين، اكيد كمان للاديب ذكريات مختلفه ربما خاضها خلال حرب تشرين، خلينا نحكي عنها شوي. لا هي ذكريات واحدة كأديب كأدب هي ذكريات واحدة بس كل واحد بياخد الذكريات من منظوره، من خلال ثقافته، من خلال أبعاد هذه الذكريات. بدون أدنى شك عند الأديب قوة طاقة خيالية بتساعده بترجمة تفاصيل ربما لا يستطيع الإنسان العادي أن يترجم هذه التفاصيل. فمثلا عندما يقول الأديب أننا تقدمنا على سبيل المثال، العسكري يترجم هذا التقدم على أساس تكتيكي استراتيجي، نقاط العدو، خفايا المكان وهكذا، بينما الأديب ينظر إلى المكان. يمكن أن ينظر الأديب إلى العصفور الطائر في السماء ويسقط هذا العصفور على المكان، في حين أن القنابل والقذائف تسقط على الأرض والعصفور يغرد في السماء. صورة هاي، على فكرة هاي الصورة هلأ طلعت معي صورة، هي صورة أدبية يعبر عنها الأديب بحيث أنه لا يستطيع أن يعبر عنها غير الأديب. مثلا بالقتال يمكن أنه تشتغل عواطف، عواطف هذه العواطف لا تستمر مع الإنسان، لأنه القتال يشغل الإنسان كثيرا، التسديد والتصويب والعدو والمحافظة على الحياة، لكن خفقات من الحنين، خفقات من العاطفة تنتاب حالة الإنسان. مثلا بتصور أمه أثناء القتال، يمكن أن تصور أمه. مثلا أنا أثناء القتال تصورت حبيبتي، فعلا كنت أنا وحبيبتي نقعد بكافتيريا، قولي ما كان اسمها كافتيريا ما هي الذكريات الجميلة اللي عم نحكي عنها، ونشرب قهوة. كتبت قصة عن هذا الموضوع، ونشرب قهوة بحرب تشرين وأثناء القتال. فعلا تذكرت الشارع وتذكرت حبيبتي أو تذكرت القهوة اللي كنت نشربها، وتذكرت وتساءلت بنفس الوقت يا ترى شو كان لون عيونه. وبقي هذا السؤال إلى ما بعد الحرب حتى حصلت على الجواب وعرفت شو لون العيون. وهذه الحالة استمرت معي حتى الآن. أول نظرة ألقيها على أي فتاة أدقق في لون العيون بسبب تلك الحادثة. الأديب يذكر التفاصيل،
وإذا تمكن من نقل هذه التفاصيل في العمل الأدبي فهو أغنى هذا العمل الأدبي طبعا. وأعطاه دفقات من العاطفة المطلوبة ونقل صورة الحرب بشكل غير آخر، ومن هنا جاء اسم التوثيق. التوثيق الأدبي المختلف عن التوثيق التاريخي. التاريخي قد يكون مادة جافة، قد يكون مادة موثقة بالكلام والتاريخ واوا، بينما الأدب مشحون بالعاطفة، مشحون بالذاكرة، مشحون بالمونولوج، الماضي، الحاضر، المستقبل، اللعب الحرفي في المادة الأدبية. خبطة قدمكن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة وإلكن الصدارة، تحية إجلال وإكبار وإكرام لرجال الجيش العربي السوري، رجال الشمس التي لن تغيب عن أهل الشمس وبلد الشمس سورية الحبيبة. بالحديث عن الأدب أستاذ زهير، نتحدث عن الأدب اليوم، إلى أي مدى ارتقى فعلا الأدب السوري لتوثيق بطولات الجيش العربي السوري وما يحدث اليوم على أرض الحبيبة سوريا؟ الآن وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على هذه المؤامرة الشرسة والجغرافيا الوحشية التي تمارس ضد سوريا، وبعد أن فعلا أذهل الموقف السوري والصمود السوري والجيش السوري والشعب السوري كل قوى العدوان والغدر، وأكد هذا الشعب الانتماء إلى الأرض والانتماء إلى الوطن وحب الوطن، وأكد هذا الشعب أنه شعب واقعي حقيقي، شعب لا يغيب ويرفض التغييب، شعب لا يساوم عليه، شعب لا يمكن أن يعيش داخل قيد مهما كان هذا القيد. وأرجو أن يؤخذ هذا الكلام بأبعاده الكبيرة وليس الضيقة. وقاتل هذا الشعب وضحى واستشهد الشهداء من أجل ذلك القيد الذي كان سيفرض، سواء القيد الوهمي، القيد الغيبي، القيد أي أنواع من القيود. شعب ولد ليعيش حرا كما يشاء ويرغب، لكن هل استطاع المثقف أن يواكب هذه الحالة؟ أي بما معناه دور المثقف في الأزمة، دور الأديب في الأزمة، دور الشعر في الأزمة. كي نكون منصفين، الشعر قدم لكنه لم يعطي تلك القصيدة بأبعادها النفسية والتاريخية لكن يقدم. شاهدنا العديد من الشعراء اللي ظهروا في هذه الأزمة. أنا معك تماما. القصة القصيرة كانت مغيبة. القصة القصيرة باستثناء البعض كانت مغيبة، وأيضا العمل الروائي، العمل الروائي بما يعني، ربما ذلك أن المفاجأة كانت أكبر من الحالة الإبداعية. وقلت أن العمل الروائي بعد حرب تشرين بدأ بعد سنة أو أكثر. الآن يبدو المفاجأة
وحشية ما يحدث المؤامرة، حالة سفك الدماء التي لم يشهد لها التاريخ مثيل، هذه القضايا ربما أجلت أن تتفجر الطاقة الروائية والقصصية. الآن علينا أن نتوجه إلى الجيل الشاب. نعم. إلى الجيل الشاب من المبدعين أن يركزوا على هذه السنوات من عمر سوريا، لأنهم بحاجة إليها من أجل الأجيال القادمة. صحيح. العمل الآن ذكرت روايات حرب تشرين. نعم. والآن يقال زهير جبور موسيقى الرقاد. نعم. علما بأني كتبت بعد موسيقى الرقاد 5 روايات وأكثر من 10 مجموعات قصصية، لكن بقيت في الذاكرة موسيقى الرقاد. وبعد نصف قرن وقرن سيعود أو تعود الأجيال إلى النص الروائي لتعرف ماذا قال النص الروائي في الحادثة المعنية بعام كذا. نعم. يعني هل ممكن أن تفكر حضرتك أنه ترجع تعيد صياغة هذه الأحداث بطريقة أدبية كما موسيقى الرقاد، كتجسيد أدبي للحالة اللي نحن هلأ فيها في هذا البعد اللي نحن عم نشوفه مثل ما عم تقول حضرتك؟ حقيقة الأمر نشرت قصة قصيرة في الموقف الأدبي عن الحرب. القصة تناولت حالة تمس الشباب الذين يستدعون كاحتياط لخدمة الوطن، وهذه الحالة تحتاج إلى معالجة دقيقة، وتحتاج أيضا إلى فهم للشباب وعنصر الشباب وارتباطهم بالوطن وكيف يفكرون بالوطن. وهم على كل حال قدموا تضحيات كبيرة جدا طبعا. ومن حرب تشرين أيضا كتبت الآن أكتب رواية، لأنني في منطقة حوران خدمت الخدمة الإلزامية وأعرف المناطق تماما في حوران، نوى وعدوان وشيخ مسكين، و أعرف هذه المناطق جيدا. وهذه المناطق منها ما تم الاستيلاء عليه من قبل العصابات الإرهابية، ومنها ما دمر، ومنها ومنها. ولأنني أعرف أو على احتكاك بطبيعة سلوك البشر من خلال علم الاجتماع، ربما تستطيع تجسيد الحالة بشكل أكبر، فيمكن أن يبنى الحدث الروائي على علم الاجتماع، علم السلوك، علم الانتماء للوطن، وبالتالي الانعكاس على الواقع الراهن، والتأكيد على أن العصابات الإرهابية أو غير العصابات الإرهابية لا يمكن أن تؤثر في البنية، ولا يمكن أن تؤثر في أرضية الإنسان إذا كان هذا الإنسان في عقل سليم، وإذا كان هذا الإنسان منتمي إلى الأرض
الانتماء الصافي والانتماء. ربما هذا أكثر ما بيميز رواياتك، دائما امتلاكك لهذه العناصر كافة. من خلال رواياتك منلاحظ في امتلاك لمكونات بتشد المتابع أو القارئ بشكل أكبر. البطل بالرواية البطل هو البطل نفسي والبطل الاقتصادي والبطل الاجتماعي والبطل العسكري، بكل شخصية بتجسدها مهما كانت بتنطبق عليها هي الأدوار نفسها. هذا بده يكون هو البطل، وأحيانا تحتاجين إلى شمولية بطل، تحتاجين إلى الإنسان الخارج أو السوبر أو الإنسان هذا. وجميع هذه البنود يمكن أن تخدم النص الروائي أو القصصي إذا أحسن استثمارها وعرفنا كيف نتوجه بالقصة وكيف نسيرها. القصة تحتاج إلى تسيير تماما كالإخراج، المخرج والتقطيع والعمل الأدبي إخراج حقيقي، إخراج حقيقي إلى جانب ثقافة في المجتمع وثقافة عامة يعني. نعم، من هنا تأتي أهمية الأدب من خلال تجسيد وتوثيق الانتصارات والبطولات طبعا. لأنه كما ذكرت سيكون للأجيال القادمة طبعا. هو وثيقة تاريخية طبعا. البطولات الفردية من الذي يؤرخ للبطولات الفردية؟ الرواية صحيح. النص التاريخ يقول أن يوسف العظمة استشهد في حرب ميسلون، لكن التاريخ لا يقول من كان مع يوسف العظمة في هذه المعارك، ولا يقول أن ثمة أبطال كانوا معه وكذا. يأتي الأدب ليبحث في هذه التفاصيل، يبحث في هذه البطولات صحيح. تماما كما شاهدنا بروايات الحرب العالمية الثانية والأولى، بطولات فردية وتذكر عشيقة وتذكر الأولاد في البيت و و و و ومن ثم هون يمكن نحكي نحن الكاتب والأديب، كل شخص يتناول الحدث من منظوره الخاص طبعا. وبروايته يمكن بأشخاصه وأبطاله كما ذكرت طبعا. لارا الأديب والكاتب زهير جبور، نتشكر وجودك معنا. كلمة أخيرة بهذه المناسبة، شو بتحب تقول؟ أتمنى أن نحتفل في العام القادم بانتصار سوريا وعودة الحياة إليها إن شاء الله. وأن يكون تشرين انتصارات من أجل الجولان ولواء اسكندرون ومتابعة الدرب القومي الوطني الذي نشأنا عليه وتربينا والذي غزى صموده وجذوره القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله. أكيد بدنا نشكرك كثير الأديب والكاتب زهير جبور، ودائما نحن معولين على الأدباء والكتاب والروائيين لإصدار الحالة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع.